كشف الإعلامي الرياضي عبد الله المجحم عن عيدية أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لجماهيره. والحائلي أعاد الاتحاد للمنافسة على البطولات من جديد في الموسم الرياضي الحالي بعد النجاة من الهبوط في العامين الماضيين. وأشار المجحم في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن عيدية الحائلي للجماهير هي التفاوض مع مهاجم أجنبي جديد. وشدد الإعلامي الرياضي على أن هذا المهاجم الأجنبي سيحل بدلا من الصربي ألكسندر بريجوفيتش في قائمة الفريق في الموسم الجديد. والبرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كشف عن رغبته في التخلي عن بريجوفيتش لعدم مناسبته لأسلوب لعب العميد. كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني حقيقة خصم النقاط من نادي النصر بسبب قضية اللاعب عبد الله آل سالم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق. ومنحت لجنة الانضباط مهلة إلى النصر لمدة 5 أيام لسداد مستحقات اللاعب عبد الله آل سالم البالغة 7,700,000 ريال. وأكد الشمراني في تصريحات تلفزيونية أن مهلة الانضباط ليست إلا تهديدا فقط ولن يتم توقيع أي عقوبة على النصر. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن اللجنة سبق وأن قامت بتهديد أندية الاتحاد والوحدة في قضايا مشابهة ولكنها لم تتخذ أي قرارات ضد الفريقين. ووجه الشمراني رسالة طمأنينة إلى جماهير النصر إلى أنه لن يتم السماح أبدا بوصول القضية إلى خصم نقاط ضد النصر. جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة. وغير بعيد عن العالمي كشفت تقارير صحفية عن اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهاية الموسم الرياضي الحالي. والنصر يضم في صفوفه 7 أجانب هم الأسترالي براد جونز والبرازيلي مايكون بيريرا والكوري الجنوبي كيم جينسو والبرازيلي بيترو ساراوخو والأرجنتيني بيتي مارتينيز والمغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله. ويعاني كيم جينسو من إصابة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي وتستمر حتى شهر أكتوبر القادم، بينما أجرى بيتي عملية في الركبة ستغيبه 6 أشهر قادمة. وأعلنت التقارير أن كيم جينسو سيكون أول الراحلين عن النصر حيث سيتم فسخ عقده بالتراضي. وأشارت إلى أنه سينضم إلى الظهير الكوري كل من قلب الدفاع مايكون والجناح الأيمن أمرابط. وسيكون مستقبل جونز متوقف على التعاقد مع حارس مرمى محلي جديد في الميركاتو الصيفي، حيث تتفاوض إدارة سلي آل معمر مع محمد العويس من الأهلي وفواز القرني من الاتحاد. وتمسك النصر بالنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز على الرغم من إصابته، مع التأكيد على حمد الله وبيتروس بالبقاء مع الفريق في الموسم الرياضي القادم. وستكون هذه القرارات المفاجئة للبعض، خاصة في ملف بيتي وجونز، بمثابة ثورة التصحيح الأولى في الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. تسريبات من داخل نادي الهلال حاليا تكشف عن هوية الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الرياضي الجديد. والهلال أعلن في الساعات الماضية التعاقد رسميا مع المالي موسى ماريغا في صفقة انتقال حر قادما من بورتو البرتغالي. وفي هذا السياق أكد سعد بن ثابت المغني عضو النصر الذهبي السابق أن أحد الأصدقاء الهلاليين كشف له عن مجموعة من الصفقات المدوية في الطريق إلى الفريق الأول لكرة القدم. وشدد المغني في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر على أن صديقه الهلالي هو في الأصل عضو شرف ذهبي ومقرب للغاية من مجلس الإدارة. وأضاف: من الواضح أن الهلال ينوي أن يحقق كأس العالم للأندية أو يصل إلى النهائي على الأقل. ومن ناحيته أعلن الإعلامي الرياضي فهد
المري عن صفقات الهلال الجديدة استعدادا للموسم القادم. وأوضح عبر حسابه بتويتر أن البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب جوانز الصيني ومواطنه جواو بيترو نجم كالياري الإيطالي هما صفقتي الهلال القادمتين بعد ماريغا. واعترف المري أن مفاوضات الإدارة الهلالية مع تاليسكا تقدمت بشكل كبير للغاية على الرغم من اهتمام بشكتاش التركي أيضا بضم اللاعب. وغير بعيد عن صفقة تاليسكا الهلال يبدو أن النجم البرازيلي على وشك ارتداء قميص نادي الهلال مجانا وفق ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية مساء اليوم. وشدد الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على أن تاليسكا يعمل الآن على فسخ العقد مع فريقه الصيني من أجل الرحيل إلى الهلال في صفقة مجانية. تاليسكا بهذا التصرف الشجاع يوفر على الهلال ما يقرب من 6 ملايين يورو، المبلغ الذي طلبه جوانزو من فهد بن نافل نظير بيع اللاعب البرازيلي. يشار إلى أن تاليسكا البالغ من العمر 27 عاما لديه مسيرة جيدة مع كرة القدم، حيث خاض تجربتين رائعتين في أوروبا مع بشكتاش التركي ثم بنفيكا البرتغالي. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.